السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. اتفضل عرف نفسك. اتفضل عرف نفسك. اشرف توفيق. اشرف توفيق توفي احد وكلاء مؤسسين حزب البناء والتنميه. النهارده جاي على مائده الافطار بتاع الشيخ عمر عبد الرحمن، ماذا تطلب من اهل مجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نطلب من مجلس الاعلى للقوات المسلحه انه يتدخل للافراج عن الدكتور عمر، احد علماء المسلمين واحد مشايخ الازهر وابن من ابناء مصر البرره الكرام اللي قدموا لها الكثير. المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو الحاكم للدوله والقائم على امورها دلوقتي، والشيخ عمر يعني ظلم وحبس ويعني 18 سنه في السجون الامريكيه ولم نسمع صوت في العهد البائد، فدخلنا في عهد الحريه المفروض ان يعني هي ابسط حقوق المواطن المصري الحريه، فاحنا نطالب بالحريه للدكتور عمر ابسط حقوقه. جزاك الله خير. الله يكرمك. مهندس محمد جمال، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاصاله. حزب الاصاله يحب يقول ايه النهارده للدكتور عمر عبد الرحمن؟ احنا اول شيء طبعا بنقول للدكتور عمر عبد الرحمن كل عام وانت بخير بمناسبه شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، لكن بيحز في نفسنا وفي نفس المصريين جميعا وجود الشيخ في سجون الاحتلال، السجون الامريكيه، هذه الدوله التي تدعي حقوق الانسان وهي لا تعرف شيئا عن حقوق الانسان، ادعاءات باطله كلها. فبنقول له كل عام وانت بخير، وبيحز في انفسنا جميعا عدم وجودك معنا، ونتمنى ان تكون معنا في اقرب وقت. كلمه للقوى الوطنيه اللي ما شاركتش النهارده او ما بتشاركش، كلمه لجموع الشعب المصري ان هو يتفرج. والله انا اقول لهم المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. فيعني اتمنى ان لا يكون الذي لم ياتي اليوم قد اسلم الدكتور عمر، اتمنى ان يكون هذا التغيب معه تمني عودة الشيخ إلى أراضي الوطن، ونتمنى جميعا أن نتكاتف لعودة الشيخ وعودة حقوق المصريين، سواء كان الشيخ عمر أو الدكتور وجدي أو أي مظلوم لا مصري له حق، نتمنى أن يعود له هذا الحق.